أنقذ 34 لاجئا بينهم أطفال رضع غرقا قبالة سواحل جزيرة فارماكونيس اليونانية بعد غرق قارب كان يقل نحو 100 مهاجر، بينما تمكن خفر السواحل من إنقاذ 68 لاجئا. الصدمة التي أثارها غرق الطفل السوري إيلان الكردي ذي 3 سنوات وجرف الأمواج جثته إلى شواطئ تركيا، أعلن خفر السواحل اليوناني وفاة 34 لاجئا غرقا قبالة سواحل اليونان إثر غرق مركب كان يقل أكثر من 100 شخص. وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 68 لاجئا، بينما نجا 29 آخرون سبحوا نحو الشاطئ. وفشلت أعمال البحث التي بدأت يوم أمس للعثور على 5 أشخاص بينهم 4 أطفال يعتقد أنهم غرقوا قبالة جزيرة ساموس في شرق بحر إيجا. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 2700 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط منذ مطلع العام، من أصل نحو 430 عبر المتوسط للبحث عن حياة أفضل في أوروبا. وينتظر في جزر يونانية آلاف اللاجئين على أمل العبور إلى مقدونيا وصربيا والمجر، ومن ثم التوجه إلى أوروبا في رحلة إن خلت من الموت لا تخلو من مشقات وشدائد.